مساء الخير، شلونكم؟ طيبين؟ البارح خسرنا، والخسارة مو بعيب. لازم احنا كل لاعب يجلس مع نفسه ويشوف ايش قدم، هل هو قدم او ما قدم، لانه مستحيل من مباراة الى اخرى الفريق ينهار بالطريقة هذه. احنا لسه في بداية الموسم، وان شاء الله المباريات القادمة نتحققون فيها الفوز، بس لازم كل واحد يراجع نفسه، ولا تفوز اليوم بكرة تنهزم، هذه الكرة. لكن اللي أهم من هذا أني أستسلم الهزيمة، لا أفوق وأصحصح ثاني مرة وأشوف أخطائي، إذا أنا أخطأت أحاول أصلح من الخطأ، وإذا أنا لعبت كويس أحاول دائما أكون بالصورة اللي أنا تركتها في آخر مباراة. يلا بالتوفيق إن شاء الله، ونشوفكم إن شاء الله في المباراة الجاية تعودون كما كنتم في المباراة الأولى وأفضل إن شاء الله. يلا.